السلام عليكم، شكرا لجريدة الأصوات على الاستضافة ديالها. الاسم ديالي حمزة كحيلي، العمر 21 سنة، فنان تشكيلي. الفن التشكيلي اللي كنخدم هو فن عصامي، يعني كنقدر نرسم في أي مجال، ماشي غير في الفن التشكيلي بوحدو، كنقدر نخدم في أي مجال كفن تجريدي إلى غير ذلك. ولهذا كنشوف كاين واحد التطور في العمل اللي كنخدم بالنسبه للجداريات الاخرين اللي تعرفوا بالنسبه خرجوا خارج ولاو خارج الوطن، يعني خارج المغرب، تعرفوا الجداريات على جداريات الشكر ديال الكورونا. الموهبه ضروري فاش تكون الموهبه في الاول، من بعد كان واحد كيكون واحد الصعوبات باش الوالدين تتقبلوا ان تقولوا الرسم ما غاتعيش منه، ما غاديرش به، ما غاديرش به، ما غاديرش به. بالعكس انا بقيت متشبش بهذيك الموهبه وحاولت نطور فيها راسي مزيان، وكنخدم وكنخدم، بعض المرات كنسهر الليل. المهم خصني نتعلم شي حاجه جديده باش نطور نفسي. ما عرفتش، المهم على حسب حيت كاينين اللي تقريبا غير شنقولوا غير رسام ومشهور لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف مقارنه مع واحد اللي تنقولوا فنان وما معروفش. في مدينه سلا تقدر تكون شي اكثر من 50 لوحه. لا، اللي بكوفيد 19 اكثرهم من كاينين غير 4 ديال كوفيد 19 اللي كاينين في سلا. ضروري لقيت صعوبه غير مؤخرا، حاليا دابا كتشوف تيقول لك ممنوع عليك انك تخدم في الجداريات في مدينه سلا، يعني كنخدم في على مدينه من غير المدينه ديالي او ماشي الحومه ديالي، يعني تنخدم شي بلايص بعاد هما اللي كنلقى فيهم الراحه اكثر في الحياه ديالي. الغدو في الفن او في الحياه، ما كاينش واحد شي شخص اللي غادي يكون اللي نديرو القدوه ديالي. واحد الفنان اللي ماشي مغربي، الماني، كيبتوي، هو معروف، كنتمنى انني نوصل لذاك المستوى اللي فيه، اللي الناس يلتزموا بالبيوت ديالهم وتلا، يعني واخا بنادم يتلقاو يخرج شحال من حاجه يحاول يحافظ على السلامه ديالو، يبقى بحال يتخيل راسو راه هو مريض وداك الشخص اللي غادي يسلم عليه حتى هو راه مريض، يعني باش ما يكونش واحد يكون واحد انتقال ديال المرض وما ينتشرش ذاك الوباء. كنبغي نقول شكرا لكم بزاف، واللي عنده شي موهبه يبقى شاده ما يطلقهاش، واخا تلقى الضغوطات وتلقى الناس ضدك وشحال من حاجه كتلقى ضدك، المهم حاول تخدم تطور راسك براسك. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.